شخص في حياتك أسقط عنه قناعه وكانت حاجة لمستك، كانت صدمة؟ بصي، هو من رحمة ربنا إن أنا الأقنعة ما سقطتش عن الناس القريبة قوي. أنا بالنسبة لي أهلي وأصحابي الأنتيم اللي هما عشرة الخمسة وعشرين سنة دول، ربنا كرمني أني ما تكسرش فيهم، ما تصدمش فيهم، لأن دول الخبطة فيهم تكسر، هتبقى محتاجة وقت كبير للتعافي. لكن بتحبي ناس، بتتعشمي في ناس، بتبقي متخيلة أن حد قدوة ليكي في حاجة ما، بتقربي في الشغل مثلا أو في حياة إنسانية، بتكتشفي أنه لا خالص، في قدر من الزيف، النفاق، التلوث. تلوث تلوث فبنسحب. حصل لك ده مثلا مع أحد زميلاتك من الفنانات؟ حصل، بس الحمد برضو مش صداقة، مش صداقة، حب عشان إكبار، حد شايفاه ستار حلو، حلوة حلوة، مش شكلا حلوة، جميلة، فنانة بتاع، تحسي إنها لا فنانة ولا حاجة، مخرج، أبقى حاسة إنه أنا دايما ببقى شايفة إنه لو حد فنان قوي لازم يبقى فيه جمال قوي وداخلي، لأن الفن الحقيقي بيعمل جوانا كده. أيوه، هو أنت شيء جميل قوي جواكي، فطلع على هيئة فن. برضو الواحد مش عايز يدي مثالية للأشياء قوي أو للفنانين، احنا في الآخر بشر، بس تقومي خبطة كده أن في لأ قناع، في زيف، في بتاع، حصل في خزلان، صدمة، في صدمة صدمتيها. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.